تأهل الأهلي لنصف نهائي النسخة الستين لدوري أبطال إفريقيا بعد أن كرر تفوقه على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين على استاد القاهرة الدولي. سجل عمرو السولية هدف الأهلي الأول في الدقيقة 47 واستعاد ذاكرة التهديف في البطولة بعد عامين تقريبا من تسجيله أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ربع نهائي النسخة قبل الماضية، وأضاف محمود كهرباء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، وهو الهدف الرابع له في هذه النسخة. بثلاثية كوكا في الذهاب والسولية وكهرباء في الإياب، بات الأهلي الفريق الوحيد في ربع النهائي الذي يتمكن من التسجيل بعد أن غابت الأهداف في أربع مباريات أخرى أقيمت في هذا الدور حتى الآن. نادي القرن حجز مكانه في المربع الذهبي لأغلى البطولات في القارة السمراء للمرة الخامسة على التوالي والعشرين في تاريخه، معززا أرقامه القياسية التي ينافس فيها نفسه. حافظ الأهلي على سجله خاليا من أي خسارة للمباراة 18 على التوالي في دور الأبطال بالنسختين الماضية والحالية، حيث حقق 13 فوزا مقابل 5 تعادلات. بقيت شباك فريق المدرب السويسري مارسيل كولر خالية من أي أهداف للمباراة الخامسة على التوالي بدور الأبطال في ظل تألق حارس مرماه مصطفى شوبير. كابتن سامي، تعالى وانت نرحب بضيف عزيز وغالي علينا منورنا ومشرفنا النهارده، كابتن رمضان السيد. مساء الفل، الحمد لله على السلامه، منور الدنيا كلها. كابتن سامي هيرحب بيك الاول. كابتن رمضان، طبعا انا سعيد وشرف لي ان انا موجود مع كابتن رمضان. كابتننا كلنا طبعا مدرب اجيال كتيره في المجال، وكل الناس ما شاء الله يعني بتشكر في الكابتن رمضان كل تعاملنا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نورت الدنيا كابتن شوبير، طمنا. واعتقد ان الحمد لله رب العالمين الامور كلها زي الفل تمام، لكن طبعا في البدايه انا احب اشكرك شكر كبير جدا جدا جدا، لان احنا يعني اخ وزميل واخ وصديق، بس حاجه محترمه جدا 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 مع كل الناس الحقيقه. ربنا يبارك لك. الله يخليك، انت منور الدنيا. ربنا يخليك حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ضدي في الشمس قريب. يلا قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نبدا بكابتن سامي. دايما بحب ابدا بيك في ماتشات النادي الاهلي، ومباراه النهارده يعني انت توقعتها صعبه، وسمعتك في الاذاعه فريق عنده 16 لعيب محترف من 12 دولة مختلفة، وزي ما قال الزميل عزيز عصام شوالي ما تتكلمش على مستوى المنتخب التنزاني، تتكلم على مستوى الأندية. النهارده يانج افريكانز بيخرج بظلم شديد جدا امام سان داونز، تعادل 0-0 هنا وهناك، حاجة جميلة جدا بالنسبة ليهم. سيمبا الحقيقة مع مدربه عبد الحق بن شيخة كمان بيقدم عروض جيدة، بيخرج هزيمة امام الأهلي هنا وهناك، وواضح ان فوز الأهلي هناك فرق جدا جدا معاه، لكنه تشعر دائما وابدا انه الجمهور محتاج عروض افضل، محتاج شكل افضل. كولر قال ان انا كنت عارف عايز ايه من المباراه، مشيت المباراه بالطريقه اللي انا عايزها، ما كانش عندي خطوره كتيره النهارده زي الماتش الاولاني، ونجحت ان انا اسجل في كل شوط هدف، وبل اضعت اكتر من هدف كمان. طب في الـ في الـ في, الـ في الاول وفي الاخر هي المباراه نتائج. نعم صحيح. فالراجل كل اللي هو خلال الفتره اللي فاتت دي كسب كاس مصر، نعم، استاذ الزمالك، النهارده بيعدي دور الدور الثمانيه، ففي الاخر هو حتى لو الاداء سيء خلال الفتره اللي فاتت، لكن في الاخر المكسب بينسي. نعم، وده اللي حصل النهارده. الراجل مكسبه 1-0 هناك في تنزانيا. حتى احنا النهارده قبل اللقاء يا كابتن كان في مشكله كبيره جدا. طب الراجل يبدا يضغط من قدام، المفروض على ملعبك وسط جمهورك، نعم، وانت كسبان 1-0، ولا تلعب على التأمين طبعا المنتخب. الفرقه دي لو فتحت لها مساحه هياكلك مشكله. بص يا كابتن، عندهم 8 لعيبه من 11، واحنا اتكلمنا قبل كده، عندهم 8 من 11 محترفين، وخامه رائعه ولعبة كويسه قوي، وبيشتغلوا كتير جدا وانتهاك من عمق، وبيضربوا اي فرقه لحرك. لو شفت كل ماتشاتهم الفتره اللي فاتت، كسبان الوداد 2-0 ومن العمق، ومن العمق الماتشات بتاعتهم كله بيبقى الراجل عامل ايه النهارده. النهارده كان الاول المباراه الاولانيه في سيمبا كان بيلعب بقى بالسوليه ناحيه نص الملعب ناحيه اليمين، وناحيه الشمال كوكا وزايدين او فاتحين لبره شويه. النهارده لو ركزت معاهم يا كابتن الاثنين ضامنين على مرمى مظبوط عشان عمق ما يتضربش. والنهارده عنده الميزه في ايه؟ لو زاد معلول بتلاقي على طول كوكا بيغطي صح الناحيه دي. نفس الموضوع السوليه، لو محمد هاني تلاقي السوليه، فخلاص بقى دور وسط الملعب جزء منه كبير، جزء منه دفاعي. بنسب هجوميه النهارده النادي الاهلي 45 دقيقه ما راحش المرمى سيمبا الشوط الاولاني، من اقل 45. الناحيه الثانيه لولا الكره اللي اتصدت
اللي هي اتصدت بتاعت صدام مصطفى شوية اتصد وراحت راجعه تاني واتصد دي كانت ممكن تقلب الجيم ده صحيح صح ولا غلط؟ فبالتالي النهارده الاهلي الراجل واحنا قاعدين عارف مقسم الجيم مقسم الجيم اه طبعا ماشي مقفل بيستنفذ الحماس بتاع فرقه سيمبا مقفل المساحات مفيش خطوره نعم لما تيجي تبص باستثناء التسديده دي نعم ال 45 دقيقه التانيين ما مراش الجول ده صحيح مفيش ما ضيعوش حاجه نعم بل بالعكس الاهلي راح اكتر من مره ومنها الهدف اللي جه ضربه الجزاء والهدف اللي جه اللي هو جه في اول اربع دقائق ريح النادي الاهلي نعم اول اربع دقائق مش الشوط الثاني نعم. الهدف اللي جه ده اللي هو ضغطك الراجل عمل حاجه الشوط الثاني كويسه وكنا بنطالب بها واحنا قاعدين احنا كان عندنا النهارده الراديو انت ليه بتلعب الشحات شمال وبتلعب رضا سليم نعم ما تودي رضا سليم على شمال عمل ده في الشوط عمل كده الشوط الثاني اللي ضغط رضا سليم نعم الاروع بقى تفكير مودس قبل ما تجيب بالظبط انا وانا قاعد بتفرج انا قلت ممكن ياخدها بوش رجله ويلف ويشوط يرقع وهو جايه الكوره حطها لمين للسوليه شايف السوليه وهي جايه له نفس برضه الهدف اللي عمله لو تفتكر في ميدياما اللي هو استلم وراح حاططها للشحات فعنده ميزه ان هو بيعمل اسيست كويس قوي الهدف ده لما جه ريح النادي الاهلي الراجل محظوظ ان الفار توقف فتره آه. ان كان في ضرب جزاء في شك كبير في كره كان ممكن تتحسب ضرب جزاء نعم فمحظوظ ان هو جاب هدف الدقيقه 4 محظوظ ان الفار كان موجود كان محظوظ في صده اللي هي كانت في الشوط الاول اللي اتحط فقدر ياخد المكسب ويصعد لدور الاربعه سيمبا ما عندهاش الخبرات يا كابتن شوقي سيمبا ما وصلتش ولا مره في تاريخها لقبل النهائي مظبوط بتخرج على طول من دور الثمانيه يمكن في الكونفدراليه مره عملت حاجه في الكونفدراليه لكن في الدوري ما تصعدش لكن الراجل زي ما بقول لو الاداء سيء لكن بيوصل اللي هو عايزه في المباراه بيوصل للي هو عايزه انت مقتنع بالكلام ده يا كابتن رمضان هو الراجل قال لك انا ممكن العب لكم كره مبهجه وكره ممتعه لكن هتعيطوا يدخل فينا اهداف يتهدد مرمانا بشكل كبير لكن انا بلعب ما معناه كره واقعيه كره منطقيه بعرف اوصل للهدف بتاعي وانا النهارده في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا بس في حاجه يا كابتن شوبير اعتقد ان احنا واحنا بنتابع الشوط الاولاني انا حاسس ان النادي الاهلي بيلعب مباراه بره ملعب مش في ملعبه يعني انت ده اللي قاله الكابتن سامي الراجل يعني هو محتارين ولما ضغط الكابتن جاب الجول لما ضغط اول 10 دقايق في الشوط الثاني راح راضي الثاني بعد ما خد الجول هو كان بادي المباراه ضاغط برضه اول 10 دقايق يعني دايما بيبدا الشوط ضاغط اول 10 دقايق اتفضل يا كابتن هي انا مع سامي في كل اللي قاله الحقيقه لكن انا بتكلم في حاجه مهمه جدا انا النهارده ممكن اتعرض في الوقت اللي انا بلعب فيه زون نص ملعب وبعدين بلعب زون نص ملعب وحش ليه؟ لان انا بلعب زون نص ملعب وبسيب لعيبه سيمبا تستلم في نص ملعبي طب فين الضغط فين حتى مش الضغط انا مش هعمل ضغط عشان هو مش عاوز يعمل ضغط لكن الرقابه انت على طول هم فاضيين على طول المهاجمين فاضيين على طول فاضيين فهي دي المشكله الحقيقه لكن انا بقول ان الشوط الاولاني اعتقد بتفق طبعا مع سامي الحقيقه ان مصطفى شوبير يعني نجم الشوط الاولاني اولا كورتين ورا بعض يعني الكره الاولانيه صعبه جدا جدا وعلى الارض وسريعه والكره الثانيه رد فعل هايل هايل الحقيقه انا ما اعرفش مين اللي خد راجل المباراه لكن انا في رايي مصطفى شوبير هو راجل المباراه قولوا لنا هاتوا لنا المواقع العالميه جايبه الارقام ازاي الدرجات ازاي عشان برضو نقولها للناس يا جماعه فالحقيقه زي ما بقول لك طيب ثبات التشكيل تقريبا هو لعب بنفس الطريقه اللي هناك باستثناء بيرسي تاو ورضا سليم وزي ما انت قلت غير من مكان رضا سليم وحسين الشحات وعنده ميزه لانه الاثنين بيجيدوا في الناحيتين وان كان رضا في الشمال اكتر حسين بيجيد في الناحيتين شايف انه ده كان افضل ما زال الهجوم على انتوني مودست مع انه صانع الهدف واخد كثير جدا من الكرات العاليه سواء للاهلي او اللي في منطقه الجزاء في الضربات الثابته يمكن الناس ما بتحسب جاب هدف وبعدين احتسب تسلل جابه بلمسه جيده صنع الهدف بشكل جيد هل شايف ان الراجل اختار التوليفه السليمه للمباراه اليوم يا كابتن رمضان اعتقد ان مودست النهارده انا في من افضل مبارياته من افضل مبارياته نعم. من افضل مبارياته ده حتى في كره كابتن شوبير الشوط الثاني اتعملت طويله وكان فيها ناحيه الشمال اتحسبت فاول عليه عمل بالكتف واتعملت فاول عليه انا بتكلم بقى على حاجه ثانيه خالص ما كانش بيطلع سبرنت خالص لا ده طلع سبرنت وطلع معاه قوه ويمكن هو حط بس كتفه كان ممكن حكم بتتعدى كتير عادي لكن مودست النهارده انا في رايي من افضل مباراه لعبها من ساعه ما جه طيب خليني اسالك عن التشكيله نفسها
كان محتاج انه يغير حد تاني؟ يعني هل في اي خلاف على اي حد من اللي شاركوا اليوم؟ البعض قال انه كان بيرسي تاو ينزل الشوط الثاني، بعض قال لا رضا فعلا عامل مباراه كويسه، صنع الهدف، عامل جبهه يسرى بشكل جيد، او حتى لما كان في اليمين الى حد ما كان جيد. هو بيرسي تاو الحقيقه في خلال المباراتين الاخرتين الحقيقه لا مش هو ده بيرسي تاو. نعم يعني بيرسي تاو كان جات له فتره من الموسم متوهج جدا وبدا الموسم ده جيد نعم. لكن الحقيقه بقى له مباراتين ثلاثه كمان لا مش هو ده. فبالتالي لا انا بتفق الحقيقه مع التشكيل، وحتى يمكن لما نيجي نتكلم على التغييرات طاهر محمد طاهر اللي لعب مكان رضا كان كويس الاربع خمس كور عملهم يعني عملهم بشكل كويس قوي، نازل في الدقيقه 86 يعني الوحيد يعني هو وقفشه وكهرباء. انا في رايي طاهر محمد طاهر النهارده مختلف عن الفتره اللي فاتت، فلا انا بتفق مع التشكيل الحقيقه. طيب ضربه الجزاء وتسديد كهرباء لها شفتها ازاي؟ شفت القرار ازاي؟ هو طبعا هو يمكن العلي معلول كان خرج والسوليه كان خرج الاثنين اللي انا قلت ممكن يبقى رامي ربيعه، يعني تخيلت ممكن رامي مضيع في الامارات، ما انا قلت كان لكن كهربا حتى كهربا حتى وحش لكن هو كان محظوظ ان هي دخلت تديله ثقه في الماتشات بتفوقه. النهارده عشان تنزل لعيب 8 دقايق او 9 دقايق يا كابتن شوبير ده مش ده في كوره وكابتن رمضان موجود مش هتقدر تكرش نفسك حتى في كورتين الكهربا كان فيهم سبرنتات مش قادر يكمل مش قادر متكهرب لا لان الفتره عايز تطلع فيها كل حاجه. هو كهربا اصله يعني بدايته للمباراه غير نزوله، يعني تبدا تاخد منه طول المباراه كل شويه الريتم بتاعه بيتصاعد. وفي مشكله كمان ان هو بقى له فتره كبيره جدا ما جابش جول. نعم. هو بتدي ثقه. نعم. لان قصدي يعني بتدي ثقه. هو هداف البطوله اللي فاتت فبالتالي عنده امل يعني. لكن بطوله الشحات بعتقد هو اللي هدافين الفرقه في البطوله. لكنه هو انا عايز اقول حاجه على الراجل يا كابتن، الراجل صبر كتير جدا على الشحات ورضا سليم. نعم. ودي ميزه طول قوي لان هو الشوط الاول من المرات القليله اللي ما بيخرجش فيها الشحات ورضا سليم ما كانش في مستواه. نعم. لما اتنقلوا الاثنين واتغيرت الشكل بقى كويس، الراجل طول قوي في التغييرات لانه كان عايز يبقى الشكل ده لانه عارف لو نزل قفشه التكتيك هيتغير. نعم مظبوط. لو غيرت قفشه طريقه اللعبه هتتغير. صحيح. فانا مش عايز اجازف واسيب نص الملعب. نعم. لما لقى اخر 8 دقائق وهم محتاجين يجيبوا هدفين فغير قفشه راح مغير طريقه اللعب. نعم. فهو ده اللي خلى الراجل فضل مأمن قوي عشان ما نزلش قفشه وغير طريقه اللعب. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع ضيوفنا الكرام. كابتن رمضان، الاهلي ينتظر الفائز من بيترو اتلتيكو الانجولي الانجولي ومازيمبي الكونغولي. مباراه انتهت 0-0 مباراه الذهاب، وده احنا شفنا يانج افريكان سان داون 0-0 والمباراه الثانيه انتهت كمان 0-0 مع احقيه ليانج افريكانز في هدف لم يحتسب. الفرقتين عندهم مشروع، يعني بيترو اتلتيكو عنده لعيبه من البرازيل وعنده لعيب من هندوراس وعنده لعيب كمان من امريكا الشماليه ومدربهم انجولي برتغالي وعندهم مشروع شغالين عليه من 4 سنين، ومازيمبي كمان بدا يشتغل انه بدا يجيب لعيبه من افريقيا، هشام السنغال ومن الكاميرون وغيره من اللعيبه، عنده 8 لعيبه ايضا محترفين. ايا كان اللي هيفوز هيبقى لقاء صعب على النادي الاهلي، وعنده مباراه في الدوري العام بعد 3 ايام امام انبي. ما المطلوب من الاهلي في الدوري العام؟ وما المطلوب من الاهلي حتى يتجاوز نصف النهائي وايهم افضل بالنسبه له، بيترو اتلتيكو ولا مازيمبي الكونغولي؟ اعتقد ان بيترو اتلتيكو الحقيقه المحترفين اللي جابهم او تعاقد معاهم لا محترفين على مستوى عالي جدا وهم تيم قوي اساسا. صحيح. يعني انا في رايي ان هم اقوى من مازيمبي. مازيمبي يمكن بيترو اتلتيكو لم تهتز شباكه حتى هذه اللحظه، اهتزت في الدور التمهيدي لكنه في المجموعات والمباراه الاولى لم تهتز شباكه. عشان كده انا بقول لك ان بيترو اتلتيكو افضل الحقيقه افضل كمستوى بس افضل للاهلي ولا مازيمبي اللي افضل للاهلي؟ لا مازيمبي النادي الاهلي يلعب سوء حاله الملعب أفضل. الترتان اللي موجود هناك ده واللعب بيبقى الظهر وكده والله هي مش هتفرق. يعني انت بتطلع بره هتقدر ان انت فعلا تعمل نتيجه ايجابيه، تتعادل، هتقفل الملعب، الحاجات دي كلها، وممكن تخطف حاجه. لكن الفرقه الثانيه لا، الفرقه الثانيه تقيله تقيله. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على مباراه النهارده. نعم. لو فرقه بيترو اتلتيكو او سان داونز موجوده في الشوط الاولاني النادي الاهلي كان ممكن يتعرض لاهداف. نعم. فهي دي يعني انا بقول ان يعني حتى في الفتره اللي جايه
يعني انا يمكن بختلف. هقول لك حاجه كابتن شويه. بن شيخه ما نعم. التصريح بتاعه او في المؤتمر الصحفي نعم. بتاعه شوفوا قال ايه. هو قال لك ان مش هو ده النادي الاهلي نعم. والكلام ده خلي بالك مش يعني طالع من مدرب كبير. طبعا مدرب بيحابب يعني مش طبعا مش نعم يعني هو بيحب مصر اساسا وبيحب النادي الاهلي. المطلوب من النادي الاهلي في الفتره القادمه؟ المطلوب في الفتره القادمه طبعا مهم جدا ان حته التثبيت دي مهمه قوي نعم. ويمكن تثبيت حقيقه بس مش هيقدر يثبت قدام امبي يعني اكيد هيبقى في تغييرات كتيره في امبي اللعيبه مرهقه جدا يعني اصل هو عنده اصابات نعم. برضه طبعا عنده مشكله نعم. ان عنده اصابات لكن انا بتكلم حته التثبيت النهارده محمد هاني مثلا مختلف عن المباريات اللي فاتت نعم. محمد هاني النهارده عمل تغطيه وعمل تغطيه ثلاث اربع مرات هايل صح. في اربع خمس كور نعم. يمكن ما كانتش دي موجوده. علي معلول النهارده انا في رايي من افضل اللعيبه نعم. اللي موجودين بذل مجهود كبير جدا ومفتاح لعب بشكل كويس قوي الحاجات اللي بيستخلصها او ان هو بيجري في المساحه. علي معلول بذل مجهود كبير جدا. يمكن انت بتتكلم في محمد عبد المنعم ورامي ربيعه هم يعني قافلين الحته دي بشكل هو كويس. هو موقع سوفاسبور ده واخد رامي ربيعة 7.5 اعلى درجه في النادي الاهلي. لا انا في رايي نعم. يعني غير مجامله او بدون مجامله انا في رايي ان مصطفى شوبير هو راجل المباراه لان لو مصطفى شوبير الاولانيه دي او اللعبه الثانيه دخلت كانت المباراه تتغير بشكل 90 دقيقه على مجمل 90 دقيقه يعني بنتكلم على مجمل 90 دقيقه يعني في لعيبه تعبت. محمد عبد المنعم يعني احنا تعبنا من كتر ما عمالين نقول بنشيد جدا بيه لكن في اخطاء ساذجه متعبه طبعا نعم. وانت عارف ايه لما بيكون خطا مش تحت ضغط مثلا او تحت ضغط او بتاع ما فيش مشكله لكن انا بتبقى معايا الكوره وعاوز اروغ ليه ليه او باصي باصه ما او يباصي باصه مش عارف ايه يعني الكره اللي فيها شك ضربه جزاء كانت باصه من عبد المنعم وجري عليه معلول نعم طبعا طبعا هو هيشتغل بالمجموعه دي. مروان عطيه النهارده برضو من ضمن الحاجات الاسامي الحقيقه مروان عطيه خلاص يعني بيعمل الحته بتاعت نعم السته دي نعم فارق مع النادي الاهلي بشكل كبير ده صحيح جدا ده صحيح لان من اكتر اللعيبه اللي في مصر بيستقبل ما يتشالش من الملعب خلاص ما يتشالش نعم ما يتشالش طبعا السوليه وكوكا يمكن كوكا اقل من قبل الاصابه نعم يعني كوكا كان قبل الاصابه نعم أنا كان افضل في رايي نعم كان افضل بكتير جدا جدا. عمرو السوليه هو عنده ميزه ان بيعرف يعمل لك استحواذ ويكفي انه جاب الجول نعم يجيب جول ويشوط نعم بيسدد كويس نعم ويعمل لك استحواذ الحقيقه. طبعا ربنا يشفي حسين الشحات وانا في رايي كمان ان بيرستاو الراجل يحاول معاه ان يرجعه لان بيرستاو مؤكد في الملعب الماتش الجاي بعد اصابه حسين الشحات في المستشفى دلوقتي وكهربا وامام عاشور معاه والحاله جيده وبيتكلم مع الناس بشكل جيد لكن في انتظار نتيجه الاشعه. ده في حاجه كمان الخبر انا في رايي خبر سعيد جدا ان وسام ابتدى يخش التمرين. وسام كان ممكن يدخل النهارده بس هو الراجل لازم لعيب يكون 100% يعدي عليه. طب خلينا نروح للزمالك كابتن سامي ومباراه مودرن فيوتشر. لا شك فوز في لقاء الذهاب 2-1 اللي هو بتاع مودرن فيوتشر بيدي للزمالك افضليه. لازم يخسر 2-0 ومن الصعب ان الزمالك يخسر 2-0 لكنه خلينا نقول انه فرقه مودرن فيوتشر قدمت مباراه طيبه جدا. الزمالك الشوط الثاني قدم مباراه طيبه جدا ومباراه كانت سجال. لكنه شايف جوميز دلوقتي مع الزمالك عمل ازاي النهارده في اصابه لمحمد صبحي هيغيب فتره ليست بالقليله عن حراسه مرمى نادي الزمالك. شايف الامور بتسير فنيا ازاي داخل نادي الزمالك؟ طب بدايه هو الزمالك مركز قوي في افريقيا وعنده مشكله كبيره جدا في الدوري. نعم انت عارف الزمالك بقاله حوالي 6-7 ماتشات ما كسبش غير ماتشين. نعم فدي طبعا بالنسبه للدوري والزمالك كمان مركزه في الدوري لما نيجي نتكلم على المركز ال 15 في المؤجلات. نعم لكن المؤجلات في ظل النتائج اللي انت بتلعبها دي مش مضمون. لكن هو مركز جدا في افريقيا. لاعب فيوتشر لعب الجيم مفتوح. نعم هو كان عندهم مشكله في المباراه دي يا كابتن شوبير. المباراه الكبيره اللعيبه اللي تحت الضغوط بتستحمل هي الفرق الكبيره. نعم. بمعنى ان الزمالك والاهلي اتحط في مواقف كتير مشابهه في البطاقه الافريقيه. نعم. لكن فيوتشر ما اتحطش في المواقف دي. صحيح. لكن ان هو يلعب جيم مفتوح ويلعب على مكسب دي مشكله كبيره جدا. مشكله. طبعا الماتشين على ملعبك يعني في القاهره. نعم. وفي نفس الوقت اللي على ملعبك ما ينفعش يخش فيك هدفين ان هتبقى مشكله في مباراه ده العوده. صحيح. فلازم تحسبها ان هي مباراه ذهاب وعوده مش مباراه في الدوري. بس مباراه العوده خلاص اصبح مكره اخاك لو بطل لازم يلعب على الفوز بقى خلاص. انا بتكلم عشان كده النهارده انت بتلعب قدام الزمالك على الفوز. الزمالك فرقه مش صغيره طبعا. وبعدين انت بتلعب عندك الخمس ماتشات اللي قبل كده هو كسبانك الخمس ماتشات. نعم. فانت بتلعب جيم مفتوح مع فرقه عندها خبرات. بتلعب جيم مفتوح مع فرقه لعبت الادوار الافريقيه ومركزه قوي عندها جمهور حوالي 15-20 ألف في المدرجات. نعم. فالمباراه الاولى
قسم الماتشين على يعني قسم الدور على ماتشين. نعم. ما تبقاش الماتش الاولاني عايز تكسب باي شكل. نعم. لا انت ممكن تطلع الاولاني. انا مش بتكلم طبعا انا مش عايز اكسب الزمالك من انا زملكاوي. طبعا لان هو انت بتتكلم يعني المدرب يعني ان هو ايه ان هو انك انت الاولاني العب على المضمون وعندك تاني. نعم. لكن النهارده لما تكون بتلعب على تعادل يبقى عندك ميزه انك تلعب مباراه ثانيه على تعادل. مظبوط. لكن لما تلعب على هزيمه هتضطر تلعب مباراه ثانيه على فوز. ايوه. فهتضطر تفتح خطوطك فيبدا الزمالك يستغل الحاجات دي كلها. فالخبرات في الدور دي كانت في مشكله في المباراه دي. نعم. ضيع فرصه اللي هي جت في العارضه بتاعت احمد عاطف وبتاعت احمد عاطف فاروق احمد عاطف كورتين لا والزمالك. نعم. ضيع عن طريق شيكابالا واحمد. نعم. حمدي الجيم كان مفتوح للاثنين. مين مكاسب الزمالك من اللعيبه في المباريات الاخيره؟ والله بص يا كابتن انا الحته ان في ناس ما كانتش متايده افريقيه دي ريحت الراجل. ماشي. يعني حته ان في عبد الله حته ان في ناصر ما كانش متايد. دي حددت اللعيبه اللي هتبقى. نعم. موجوده. انا طبعا انا بالنسبه لي انا زيزو يعني لا انا بتكلم من الجداد يعني في ناس بتشيد بمحمد حمدي. احمد حمدي ناس يعني بتشيد بمحمد شحاته. نعم. احمد حمدي لعيب كويس قوي لعيب كبير. شحاته اتظلم الفتره اللي فاتت اللي ما كانش بياخد. الناس كلها كانت بتطرف المنتخب الاولمبي لما راح. نعم. جاب جون وماشي بشكل كويس قوي. بس هو طريقه لعب الراجل ايه؟ الراجل في الاول انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده هو عايز يحط اللعيبه الحريفه كلها مع بعض ودي ما بيمشيش. ده ما ينفعش. تحط ناصر ماهر طرف هو ما لعب طرف. صح. بتحط عبد الله مع شيكا مع لا كل ده ما مش حتى ماتش الجوله باين لك السلبيات اللي موجوده في الفرقه. نعم. لكن لما تركز على 11 لعيب كل واحد في مكانه. نعم. وهم لعيبه كبار لا مش شرط تحط اللعيبه كلها في الاقرب للصعود. للصعود لا الزمالك الاقرب للصعود. الزمالك طبعا الزمالك. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع ضيوفنا الكرام. كابتن سامي الشيشيني خلينا نحيي فريق الاتحاد السكندري. طب اول ماتش اول الدوري دي نتيجه غريبه. لا لو لا اداء جيد صراحه ساك من الطرد. ما ده فرق ده غير الجيم. ماتشات كتيره جدا الاهلي كان الداخليه مطرود منه لعيب وتعادل معاه وبيراميدز كان مطرود منه لعيب وتعادل معاه وحصلت مع الزمالك وحصلت مع انديه كتيره جدا يعني. لكنه انا برضو سامعك وبسمعك وبتابعك انت عارف انا من المحبين ليك يعني. لكنه هو اولا في شغل موجود في الملعب. كابتن طارق طبعا يمكن بدايه المباراه بعد ما سجل هدف مبكر لجأ للدفاع بشكل غريب شويه. استغل بقى طرد صلاح محسن بشكل جيد وقدر يحولها من 2-1 ل 3-2. لكن انا عاجبني فكره اتحاد سكندري انه يبقى متصدر الدوري العام حتى لو اسبوع او اسبوعين او ثلاثه. لكنه الفكر اتغير بعد ما كنت انا بصارع. نعم. بقيت دلوقتي بلعب خلاص على فكره ثانيه والنتائج ماشيه معاك. نعم. ونتائج الاخرين مساعداني. دي برضه صحيح ميزة. ده صحيح. يعني النتائج معاك كويسه. بعدين مصري منافس مباشر لان المصري كان 26 بونت. ما هو ده بقى ده. نعم. اللي احنا بنتكلم عليه النهارده وهنتكلم فيه باستفاضه. النادي الاهلي كل بيستفاد دلوقتي من كل اللي قدامه. بمعنى اللي بقول الاهلي مش الزمالك. الزمالك بقيت بقى له فتره كبيره جدا النتائج ماشيه معاك. الاهلي عنده مجالاته اكتر. ليه النهارده الاتحاد بيوقع على المصري؟ النهارده فاركو بيتعادل مع ام بي. نعم. النهارده بتتكلم على سيراميكا بيتعادل هو او نفس الموضوع في المباراه اللي فاتت سيراميكا تعادل مع زد. نعم. وقفوا بعض زد سيراميكا ضاعت وفي ضربه جزاء. نعم. ضيعها زيكو. فبالتالي النهارده بتتكلم كله بيوقف كله. نعم. فدي مشكله كبيره جدا للفرقه دي اللي بس انا عايزك شويه تحيي معايا الاتحاد السكندري. يعني تدي الاتحاد السكندري حقه تحيه طبعا لان كمان. نعم. هو لما جمهور واداره ولعيبه لما الطرد حصل بقى عنده شراسه هجوميه. نعم. ادي الجون الاول. نعم. ما دي الماء اللي دخلها. نعم. في نفسه المدافع. لا بهاء باهر. نعم. باهر محمد دي اسوء مباريات. لكن المصري دخل. نعم. ورجع وجاب ال 2-0 لما اطرد صلاح محسن. نعم. الجيم قلب يا كابتن شوبير. نعم. النهارده بتتكلم برضو على التعادل في ضرب الجزاء في الهدف الثالث. اخطاء ساذجه من مدافعين بشكل غريب جدا. هدف حلو. بص يا كابتن الهدف حلو والتسديده جميله ومكمل جميل. نعم. اللي عامل الباص اللي بنتكلم. أيوه. على فخر الدين بن يوسف هو اللي عملها. نعم. حلو قوي وراح كمل. نعم. دي الميزه. بص هنا الضغط بقى بتاع الاتحاد. نعم. هجمه المرتده اتخذت المصري اهي. بص زيدان ميدو جابر عملها حلو قوي. بس زيدان بص حطها جميل جدا رائعه. زيدان اللي حطها ميدو اللي حطها لزيدان اللي حطها هدف. نعم. انا بتكلم بص الهجمه المرتده الاتحاد ضغط. نعم. لكن اتقطعت راحت جون. نعم. هنا بقى المصري كان افضل حالاته كان بيفكر. نعم. يجيب الثالث. ايوه وكان افضل بكتير. لكن الطرد اللي حصل بتاع صلاح محسن طبعا بنتكلم على 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 الاتحاد السكندري استغل استغل الهفوات استغل الثغرات اللي موجوده وجاب الهدف الثاني. الهدف الثالث بتاع مبلول الثالث بقى يا كابتن. مبلول يعني البنالتي
لا انا عايزك تجيب قبلها يا كابتن. لا هات قبلها. انا عايزك تجيب قبل البنالتي. هحاول اجيبه لا لازم تجيبها. ما هي دي مش ضربه الجزاء. هو اللي عمل ضربه جزاء ولا جابها، بس استلامه من بدري وراح واخد في ظهره باهر المحمدي بسرعته. لا فارق فارق بشكل كبير جدا. وتاني الهدافين طبعا بعد حسام اشرف، وفارق بقى له سنتين. السنه اللي فاتت خد الهداف. مظبوط. هو ده الفيرود، هو ده اللي بنتكلم عليه. مش بشتري مجرد افارقه، انما بشتري افارقه. انا راجل دلوقتي بقى مطلب من معظم الانديه. لا انا عايز لا كابتن لا تجيبها من على الخط. حاضر هاتها من على الخط. لا هاتها من بدري. هاتها من على الخط يا احمد. هاتها من على الخط من بدري. مثل لما اتلعبته راح واخد باهر. مش مشكله يبقى هو عنده دي. لانه خدها من بدري قوي وراح واخد السبرنت وراح واخد باهر في ظهره. وعمل ضربه جزاء وراح جاب الهدف. انا عايز اسالك، البنالتي دي بنالتي ولا مش بنالتي؟ لا بنالتي يا كابتن. بنالتي. لا بنالتي. لا طب اتقالي تاني كده يا احمد عشان الكابتن رمضان برضه يديني رايه، يديني رايه فيها يعني، عشان بس عايز اعقب على حاجه. ادي اللعبه من اولها اهي. اهي يا كابتن. بص يا كابتن. بص بص استلم ازاي وراح واخد من هنا. بص الحقيقه ازاي والقدام. المفروض باهر خلاص يقطع. راح واخده وكمل بيه سبرنت. هتبص هتلاقي في في من فوق ومن تحت. ليه بسألك وبسأل كابتن رمضان؟ لأنه الحقيقة فوجئت ببيان من النادي المصري بيعترضوا بيه على التحكيم. قالوا أنه حسب الكرة اللي رجع للفار ولغى الهدف. وأنه حسبها وأنه يعني متربص بالنادي المصري. الراجل الفار رجع وقال لك ضربة جزاء مشكوك في صحتها. لا لا لا. طب يا جماعة بص باهر. بص رجل باهر يا كابتن. بص باهر هتلاقي رجله طبعا ده رجله وايده من فوق ماسكة لضربة جزاء. ده ماتش مصارع ورجلين. هو في اعاقه في الرجلين وفي اعاقه. فانا ما اعرفش يعني. وبعدين جم قال لك ايه، اصل عبد العزيز السيد حكم ماتش الاهلي والمصري في الكاس واحتسب ضربه جزاء في الوقت الضايع. ما هو الوقت الضايع على فكره. هو ادى لصلاح محسن انذار. بالظبط. وطرد اللاعب الفار اللي بعت له طرد يعني فيها شك. مش هو اللي مد طرد على طول. بالظبط. وضربه الجزاء انا كنت اتفرج على الماتش. لا ضربه الجزاء من ورا من قدام تبان لك انها ما فيهاش فصال يعني. لا لا. فالحقيقه انا بدل يعني كابتن، قصدي يا كابتن رمضان، انا الوم لاعبتي. الوم يعني كابتن علي مير. انا من بتدي مبرر يا كابتن شوبير للاعيبتك. خلاص انا ان هي تعمل الاخطاء دي. اللي بتطرد ده بدل ما تعترض اعمل له خصم جامد جدا 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 عشان هو السبب الرئيسي ان التاتا بونتي يروح. نعم. طيب بنهني الاتحاد السكندري وبنبارك له الحقيقه بالعروض الجيده. وانا عارف يعني استاذ محمد مصلحي مموت نفسه مع نادي الاتحاد. لكن خلينا نروح لكابتن رمضان وفوز الاسماعيلي على سموحه واجاييه بعد اكتر من سنتين بيسجل هدف. الحقيقه كلنا كنا فرحين فرحانين لاجاييه لانه عوده لاعب موهبته وكان عنده مشكله كبيره مع سموحه. وانه يسجل هدف ده شيء جميل. لكن ناس كثيره برضو الحقيقه بتفرح للاسماعيلي كنادي شعبي. الحقيقه طبعا طبعا انه بيجتاز جزء كبير جدا من الازمه اللي هو عايش فيها. رغم ان الحقيقه سموحه كان مسيطر فترات كثيره. وكان هو افضل وعنده فرص كثيره. فرص تتاكد فوزه. لكن انا معاك ان جونيور اجاييه الحقيقه وهو موجود في النادي الاهلي. انا يعني كان من افضل المحترفين اللي موجودين. ده صحيح. مهاري وعنده سرعه. هو نزل بعد ربع ساعه لاصابه فادي فريد. فادي فريد. بص هنا بقى الذكاء يا كابتن. بص حطها ازاي. طبعا حلوه حلاوه. مهاري بشكل كبير جدا 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 ولعيب كبير. لكن انا معاك ان في النادي الاسماعيلي الحقيقه احنا عاوزينه نشوفه في وسط الجدول وعاوزين نشوفه في مكانه كويسه. طليق بنادي الاسماعيلي وباسم نادي الاسماعيلي الكبير قوي قوي. وفي نفس الوقت انا في رايي ان ايهاب جلال رغم النتائج في اوقات بتبقى مش مظبوطه لكن هو بيبذل مجهود كبير قوي. الاسماعيلي ما زال في دائره الخطر لكنه انتصار مهم جدا. الاسماعيلي كده بيحقق فوزه الرابع. ده شيء جميل يحسب للنادي الاسماعيلي. هنشوف اهداف النادي الاسماعيلي دلوقتي. الهدفين الهدف الثاني يا جماعه في الوقت في الثانيه الاخيره الوقت بدل الضايع بيسجل هدف الفوز وهدف غالي جدا. اتفضل. وانا بس عايز احيي كابتن ايهاب. نعم. عمل اربع تغييرات في بدايه الشوط الاولاني. نعم برافو عليه. انا استغربت ان عمر الساعي قاعد احتياطي. والتغييرين هم اللي جابوا الجولين. نادر الفرج واحمد الشيخ ومخلوف وعماد حلمي. الخمسه دول نزل منهم اربعه قبل الشوط الاولاني من دقيقة. صحيح. واللي هم اللي عملوا يعني هم اللي جابوا الاهداف. عماد جاب الاولاني والشيخ جاب الثاني. الساعي مضيع ومضيع نادي الفرج وعملوا جهد كبير جدا ضغطوا في الشوط الثاني على نادي الاسماعيلي. على نادي السموحه وسموحه ضيع اكثر من انفراده. ده صحيح. ده صحيح. ولما ضيع استقبل ضيع اللي كان ممكن يكسب في المفردات اللي جت سواء بنتكلم على جريشه حسام جريشه ولا بنتكلم على اسلام جاب راح بانفراد من ادي الهدف الثاني يا كابتن. ده في الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضايع. بص, بص كم واحد يا كابتن. بص كم واحد. بص كم على كام. رجع بس اللقطة دي. رجع عايزه. رجعها يا كابتن. هرجعها لك. هرجعها لك. نعم.
بص كام لعيب على كام لعيب. موقف غريب جدا ده من وهي بتترفع. بص كام واحد بيضغط 18 واللي جوه ال 18 عدد 3 على 3. نعم يعني هتشوف فكرتني ماتش البنك الاهلي والاهلي. مفيش اخر بيرفع من ناحيه اليمين كده ما حدش. اهي يا كابتن بص يا كابتن كام واحد هنا كام واحد هنا 3 3 على 3. بص كام واحد بيضغط هناك او كام واحد في الناحيه اللي بره اللعب وفي 3. بص بقى كل واحد بص احمد الشيخ ما بين الاثنين ما بين الباك اليمين ومساك. بص قطع ازاي من قبله وراح حاططها بالشكل ده. ما ينفعش بقى في 3 على 3. بس الميزه ان في كثافه. في حاجه كابشبيرت عملت يا سامي الحقيقه من ايهاب جلال ومن طارق مصطفى. نعم في مدربين لما بيجي يحط تشكيل واللعيبه ما تبقاش كويسه وما تقدروش اللي هو ما عندوش مشكله بيغير بدري. اصل انا لو غيرت هيقول لك انت حطيت تشكيل غلط. لكن طارق مصطفى عمل في نص الشوط الاولاني ثلاث تغييرات في مباراه النادي الاهلي. وايهاب جلال نفس الحكايه. صحيح. لما يعمل اربع او ثلاث تغييرات. برافو عليك. صح هو ده. انا مش بحسبها لمصلحتي وبس او لنفسي. لا مصلحه الفريق الفرقه والنادي بتاعي. صحيح. انا بس الحقيقه كنت اتكلمت على عدم حضور جماهير النادي الاسماعيلي وجالي تليفونات كتيره جدا ورسائل كثيره بيقولوا ان هم زعلانين عشان في بعضهم عنده عقوبه من بعد مباراه الزمالك. يا جماعه احنا اتفقنا انه السلوك والاخلاق في الملعب ده شيء مهم جدا. ده نمره واحد. نمره اتنين ما علمته يعني من اتصالات من اداره النادي الاسماعيلي الناس بيجاهدوا بكل ما اوتوا من قوه لحل هذه المشكله وان شاء الله تتحل على خير بامر الله سبحانه وتعالى. نمره ثلاثه ده ناديك حتى لو في البعض في ازمه يعني الاداره هتعمل ايه ولا اللعيبه ذنبهم ايه؟ ما عندهمش ذنب. ما صح. ما بيحاولوا كل اللي في ايديهم بيعملوا بيموتوا نفسهم يعني. فحضرتك عايز تعاقب النادي الاسماعيلي انت حر. ادارتك بتحاول والناس وهم بتحاول. وهم في خطر. جدا. فحضرتك عايز تعاقب انت حر يعني. لكن الناس فعلا انا اتكلمت مع اكثر مسؤول داخل النادي الاسماعيلي بيحاولوا بقدر الامكان لك احنا لازم نكون منضبطين. فاصل ونرجع تاني. طيب خلونا نطمن من جديد على كابتن حسين الشحات من زميلنا العزيز محمد طه. يبدو ان هناك جديد. طه اتفضل. كابتن شوبير طبعا بحييك مره ثانيه. اهلا بيك. عايز اطمن الناس طبعا بعد مرور اكثر من حوالي طبعا ثلاث ساعات ساعه الاشعه الاخيره اطمن الناس. حسين يعني بدا طبعا دلوقتي يتكلم بشكل احسن ويتفاعل مع الموجودين بشكل افضل بكثير من الوضع اللي كان جاي عليه. نعم. يمكن الاشعه الاولانيه اثبتت انه في شرخ بسيط في عظمه الوجه تحت العين. في بعض كان في نزيف كده تحت عظمه العين برضو. هيتعمل اشعه ثانيه برضو عشان يتم التاكد يعني النزيف ده كان نتيجته ايه او يعني ايه مصدره اللي ممكن يتم التعامل معاه. والموضوع الارتجاج طبعا الامور الحمد لله كويسه ما فيش اي حاجه بس طبعا طبقا للبروتوكول لازم اللحظه بعض اللاعبين كانوا موجودين وكان في يعني هزار والامور كانت فكه يعني الامور كانت لطيفه يعني برضو نطمن الناس ان الامور كلها كويسه. وطبعا طبيب النادي الاهلي والفريق الطبي كله كان موجود وتابع كل شيء مع الفريق الطبي هنا في المستشفى ومفروض انه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هو دلوقتي ممنوع بس عن الاكل عشان في بعض التحاليل وبعض الاشعاعات بتتعمل تاني. دكتور مخ واعصاب ودكتور عيون وفي يعني فحص كامل هيتم خلال لكنه على الاقل هيبات 24 ساعه في المستشفى. ده مبدئيا لحد دلوقتي وممكن تبقى اكتر كمان. ممكن تبقى اكتر لكنه فايق وبيكلم الناس والحمد لله. الامور دلوقتي في اللحظه اللي بكلمك فيها الامور جيده جدا وانا حتى كنت بتكلم معاه وبهزر معاه والامور كلها كويسه. حد من اللعيبه عنده؟ كان موجود بعض اللعيبه كان في كهرباء كان في امام عاشور مروان في بعض اللعيبه طلع عشان ما يبقاش حد لكن نعم. كلهم موجودين جنبه والامور كلها كويسه الحمد لله وسيرته طبعا موجوده بالكامل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد طه. طبعا كابتن رمضان كابتن سامي بنتمنى كل السلامه. كابتن حسين الشحات طبعا وهو يعني بالذات الحقيقه الفتره الاخيره حسين الشحات ماشي بشكل كويس قوي قوي. نعم. وبيصنع الفارق. نعم. يعني لعيبه قليله اللي في مصر بتصنع الفارق الحقيقه. ربنا يطمنا عليك ان شاء الله. طبعا باذن الله ان شاء الله. هسالك كابتن سامي على بيراميدز النهارده وتعادل وخساره نقطتين جديدتين برضو مشكله عند بيراميدز. صحيح كان مسيطر وضيع اجوان كتير ومحمد شعبان رجل المباراه الاول لكنه نقاط كثيره. بنحيي طلائع الجيش بنحيي كابتن عبد الحميد بسيوني اللي هو ايمن المصري لكنه في مشكله في بيراميدز. بص يا كابتن
بيراميدز ارجع كده لورا هتلاقي بعتقد عن الاسبوع السادس الخامسه السادس ما بيكسبش ماتشين ورا بعض خالص، عنده نتائج يكسب ماتش يتعادل ماتش يكسب ماتش يتعادل ماتش او يتعادل ماتشين، عنده مشكله ما بيستفادش زي ما قلت حضرتك من وقعات الاهلي او من وقعات الزمالك. الاهلي برضه كان ماشي سيء جدا، تعادل مع سموحه وتعادل مع الجونه وكسب على ما اعتقد البلديه، اتغلب البنك الاهلي. فالنتائج بتاعه النادي الاهلي سيئه جدا على المستوى المحلي. فالنهارده انت لما تكون انت مع انه بيراميدز خلاص خرج من افريقيا فيعني الدنيا بقت سهله بالنسبه له، بس كان عنده النهارده طبعا كان عنده غيابات النهارده، بنتكلم على الكارت، بتتكلم على مهند لاشين، بتتكلم على عمر حمدي، بتتكلم على بلاتي توري، عنده لاكاي فخر لاكاي قصدي كان غايب النهارده، بس عنده البديل زي الاساسي. وعمل جيم كويس قوي، لولا تالق حارس المرمى محمد شعبان كان ممكن تبقى النتيجه فيها 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 اهداف. النهارده صدد واحده يا كابتن من احسن الصدادات هجيبها لك دلوقتي، وفي واحده اللي هي في الدقيقه اللي حطها بدماغه كريم حافظ، دي فرصه اللي بعتقد الكره دي هي دي. بص ده كابتن دي بالدماغ، ما هي دي اللي بالدماغ حطها كريم حافظ. وفي التسديده شاطه محمد حمدي، التسديده شاطه. انا بس بنصح شعبان، هي دي دي اللي في العرض يا كابتن، بنصح شعبان مش كل كره يا شعبان، انت جول كويس قوي وموهوب جدا في كابتن رمضان، كسرت سقوط يعني ممكن ايه مره بتضيع وقت مقبوله يعني طبعا، لكن طبعا مش طول الوقت، وفي مليون اتاخدت على هاني الحقيقه. بالظبط، على هاني سليمان. هاني سليمان اتاخدت عليه في كل كره. هي دي قصدك، هي دي واحده. بص واحد ازاي، بص رد، بص صدها رد فعله هايل ورجع خدها مره ثانيه. دي صعبه جدا لانه كان ظهره بيلف فجاه اتشاطت صدها. فالنهارده بيراميدز ضيع فوز، وقلنا كابتن في مشكله دلوقتي، ان هل الدوري هتاخد بالدور الاول ولا هنستنى هنشوف ايه؟ لا بالدور الاول. ما هو كابتن، ما هو دي بقى اللي بيحصل دلوقتي، انه كله بيقاتل عشان يبقى موجود، عشان كده الاتحاد الاتحاد اول، انبي الثاني، المصري، بيراميدز. لازم تكون كل الفرق خلصت مبارياتها، خلصوا الدور الاول، بس لازم يكون كله لعب، عشان كده هو دلوقتي كله بيقاتل على دي. ما انا بقول لك، بس يكون كله لعب ال 17 عشان كده هو يبقى مكتمل. لازم تلعب الدور الاول بالكامل، يا اما هتختار على تقييم السنه اللي فاتت. هي بقى دي لازم تكون لعب ال 17 مباراه كامل، يبقى فير اناف للجميع. فرص بيراميدز في الفوز بالدوري شايفها بتتضاءل مع خساره نقاط متتاليه كده يا كابتن رمضان؟ بص هقول لك حاجه يا كابتن، بتتضاءل مش من الموسم دوت، من اربع مواسم. يعني انت كل موسم قبل بدايه الموسم بيقول ان هم عاملين سكواد جامد جدا جدا جدا، ويقدروا ينافسوا ويقدروا لكن زي ما بيقول سام دلوقتي، دول يعني ما بيكسبوش ماتشين ورا بعض. طب ازاي بكل الامكانيات اللي عندهم دي، وبكل النجوم اللي عندهم، وفي نفس الوقت جابوا مدربين اجانب، مدربين كبار وليهم سي في قوي جدا جدا. فبالتالي هم عندهم مشكله. المشكله فين دي؟ انا ما مش مش مش, مش قادر احددها. دوافع مثلا، دوافع عملوا حاجه غلط في الاول، انا اقول لك عليها. انك انت النهارده جيت رحت مد اللعيبه عقود عاليه جدا جدا جدا، يمكن في لعيبه مثلا ايه، انت خد مثلا مبلغ كبير جدا. يعني ما عنده دافع خلاص. خلاص الدوافع راحت بقى خلاص. بحس ان كمان احيانا في فلسفه زايده عن الحد لما بتيجي تعرض مشكله بيراميدز، ما في نوع من انواع الفلسفه والمبالغه والمنطق وعلم النفس والقصه. يعني الامور مش الكره بسيطه جدا يا كابتن سامي، بدليل ان فرقه هي زي مثلا الاتحاد ولا زي انبي اول وتاني. من غير هقول لك حاجه، من غير ربع امكانيات بيراميدز ده صحيح. طيب اسالك على اللقاء الاهلي والزمالك، خلاص 15 ابريل بالقاهره، شايف الى درجه كبيره هيحدد شكل ملامح المنافسه على بطل الدوري يا كابتن سامي؟ لا مش هيحدد، لا لكن هي قمه لا بعيدا عنها قمه، انا بتكلم على شكل المنافسه. هو شكل المنافسه الزمالك، احنا بنتكلم دلوقتي الزمالك عنده 16 بوت و15 بوت في المركز ال15، نتائجه خلال الفترة اللي فاتت دي، بنتكلم على اخر 7-8 ماتشات من 11 مباراة ما كسبش غير 3. هو مركز قوي في بطولة افريقيا. مباراة الاهلي دي مباراة قمة. هتقلل النقاط لو فزت، فانت بتقلل 3 بونت طبعا، بتزيد 3 بونت طبعا، على الاهلي 3 بونت. فبالتالي النهارده بتدي ثقة للعيبة، ان الزمالك خلال الثلاث اربع ماتشات اللي فاتت قدام الاهلي ما بيكسبش. كولر كسبان الثلاث او اربع ماتشات اللي فاتوا قصاد نادي الزمالك. منها اداء الزمالك بيبقى كويس قوي في ماتشات، وفجأة بيتغلب زي المباراة اللي فاتت. ما بيقدرش يحافظ حتى انه يوصل لضربات جزاء او ان هو يجيب هدف ويكسب زي مباراة الكاس اللي فاتت. فيهم جمهور الزمالك ان الزمالك يكسب الاهلي، ويبقى مبقاش في بقى خلاص، مبقاش في استمراريه الهزيمه من النادي الاهلي. لكن الدوري لسه الدوري طويل. الزمالك هيقع والاهلي هيقع، الدوري طويل. بس هي المشكله ان اللي تحتيك ما بيستفادش. هي بره كبشوير المنافسه على الدوري، مباراه الاهلي وزمالك اللي بيكسب يعني بياخد دفعه، بياخد دفعه جامده جدا. يعني حتى الزمالك وهو تحت 15 بونت لو كسب بياخد دفعه كبيره جدا. النادي الاهلي لو كسب
طبعا بيحافظ بقى على المنافسه وبيحافظ على حاجات كتيره جدا. الى اي مدى اصابه حسين الشحات واضح انها مطوله شويه؟ اه طبعا. ودي اصابه امام عاشور ودي اصابه الشناوي، الشناوي ان شاء الله على نهايه الشهر يكون جاهز للعب المباريات، بنقول له الحمد لله على السلامه. لكن الى اي مدى اصابه امام واصابه حسين الشحات ياثروا على النادي الاهلي؟ لا ياثروا، لان اثنين لعيبه يعني صنعوا فارق في الفتره نعم. الاخيره يعني من عز اليو ديانج طبعا في وفاه والده الاخر. نعم اه طبعا. إذا كان إمام طبعا في كل مبارياته الأخيرة هو راجل المباراة. نعم. بالنسبة لحسين الشحات طبعا ماشي بشكل كويس قوي قوي، لأن اللعيبة تقال. نعم. تقال جدا. ومن اللعيبة اللي بيصنعوا الفارق. وأعتقد إن النادي الأهلي يعني يجهز البدائل، لكن هما ممكن يفرقوا مع النادي الأهلي. لو رجعت تاني لإفريقيا وسألتك على بيترو أتلتيكو مازيمبي، التعادل بدون اهداف في مباراه الذهاب في مازيمبي، مباراه العوده شايف من الاقرب، بيترو ولا مازيمبي؟ بص يا كابتن، انا كنت عايز اخش في الموضوع ده. يلا بينا بسرعه، اجري معلش. طب اتفضل. النهارده حضرتك سالت الكابتن رمضان قال لك بيترو اتلتيكو هو ده الاصعب وعايز الاهلي يلعب مازيمبي. انا بختلف في دي. ليه؟ اتفضل. ليه؟ في خبرات البطوله. نعم. مازيمبي عنده خبرات البطوله. حضرتك اتكلمت. نعم. اتكلمت على الملعب. الملعب ده ما حدش بيكسب فيه. ده صحيح. يعني اللي كسب فيه بعتقد صن داونز من كام سنه. لا لا لا، خسر. والهلال السوداني من سنين. ده خسر صن داونز، خسر السنه اللي قبل كده. انا بتكلم لا انا بتكلم على مستوى السنين اللي فاتت، على مدار التسع عشر سنين اللي فاتت. نعم. ما حدش بيكسبه على ملعبهم. عندهم جمهورهم شرس. نعم جدا. عندهم النجيل الصناعي. نعم. عندهم بيلعب في الحر ما بيلعبش بالليل. عندهم الحته التحكيميه. ماتش بيراميدز لو شفتوا حضرتك من في ضربه جزاء واضحه 100% طبعا علني قبل ما يجيبوا الثلاث اهداف اللي جابوهم. لازم تبقى ضربه جزاء. اللي ما بيشوفش على ضربه جزاء. فجاه الراجل عامل ايه؟ قال لك لا دي مش ضربه جزاء، ويلعب. راحوا جايبين جون وجايبين الثاني وجايبين الثالث. فالنهارده بيترو اتلتيكو ما عندوش خبرات البطوله. فانت شايف ما خدتش السوبر وافريقيا ولعبت نهائيات كتير. فانا شايف الاسهل للنادي الاهلي يلعب فرقه ما عندهاش خبرات. عموما هنا بتختلف وجهات النظر والاراء وده طبيعي. خلينا اقول لكم ربع نهائي كاس الكونفدراليه، ريفرس يونايتد النيجيري كسب اتحاد الجزائر 1-0، ملعب المالي خسر من دريمز الغاني 2-1، والكسبان من دول هيلعب الكسبان من الزمالك ومودرن فيوتشر. مودرن اللي خسر في لقاء الذهاب 2-1 امام الزمالك، وابو سليم تعادل مع نهضه بركان بدون اهداف. يوم الاحد دريمز مع الملعب المالي، زمالك مع مودرن فيوتشر، اتحاد الجزائر مع ريفرز يونايتد. يوم الاثنين نهضه بركان مع ابو سليم، الفائز من الزمالك ومودرن فيوتشر لعب الفائز من دريمز والملعب المالي، والفائز من اتحاد الجزائر وريفرز يونايتد لعب الفائز من نهضه بركان وابو سليم. خلينا نشكر كابتن رمضان السيد، بشكرك شكرا جزيلا. الحمد لله على السلامه، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك دايما منور الدنيا. كابتن سامي كالعاده بتنورنا، بشكرك شكرا جزيلا دايما بالتوفيق. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. قبل ما اقول بس الخبر الاخير عندي، بس خليني اقول لكم ان انا كل مره بقولها لكم، طريقه شغلي مش هتتغير. انا ليا اسلوب عملي واسلوب شغلي. احنا قايمين على الخبر وعلى مناقشه الخبر وعلى القضيه، وبالتالي ده شغلنا اللي هنعمله. يعني اهلا وسهلا بالنقد المحترم، اهلا وسهلا بكل حد له وجهه نظر، لكن ده شغلي وده عملي وانا بحاول اخلص فيه بقدر الامكان. انا مش فاضي ابدا اخش في جدال ولا اخش في كلام ولا اخش في معارك جانبيه. الكلام ده لا اسلوبي ولا طريقتي، على الاقل بعد الواحد اخذ خبرات. يعني الرحله وزاب ثروت مع توتال انرجيز في دوري مراكز الشباب 2023، طبعا شعبيه كبيره دلوقتي في كل انحاء مصر، نسخه استثنائيه لان النسخه دي يا جماعه بتحظى برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعاون مع وزاره الشباب والرياضه بقياده الدكتور اشرف صبحي. دلوقتي بيتلعب المباريات بقى الاخيره بتاع التصفيات الاوليه بين المحافظات، وبعد شهر رمضان باذن الله هتستأنف البطوله في دور ال 32 وحتى النهائي اللي هيبقى على ارض استاد القاهره في فصل الصيف. يعني الاغنيه بقى اللي انطلقت بتعبر عن روح الشباب المصري، عن شغفهم، حبهم للرياضه، قدره مصر على تحقيق مستقبل افضل. ده التعاون الاول بين توتال انرجيز والفنان زاب ثروت. الاغنيه عامله اعجاب كبير جدا في وسائل الاعلام المختلفه. كل يوم لدينا الجديد مع توتال انرجيز. شكرا ليكم، رمضان كريم.